وينضم إلينا من المنام إبراهيم النهام الكاتب الصحفي بجريدة البلاد البحرينية. بداية سيد إبراهيم، لو نتحدث عن لماذا يعد مؤتمر المعارضة القطرية تاريخ فاصل في مستقبل قطر؟ سعد الله مساءك بكل خير يا أخي الفاضل، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة. ما حدث من إعداد لهذا المؤتمر يعتبر أمر استثنائي على مستوى دول الخليج. نحن نتحدث عن دولة خليجية صغيرة، الله عز وجل أمدها بثروات كثيرة، وبالرغم من ضخ حكام قطر للمليارات سواء في الداخل أو في الخارج، ومحاولة شراء الذمم ومحاولة شراء الإعلام ومحاولة كسب الصداقات بالمال، نحن نرى اليوم أمر استثنائي على مستوى دول الخليج وعلى مستوى تاريخ منظومة مجلس التعاون الخليجي. نحن نتحدث عن مؤتمر دولي للمعارضة القطرية يعقد في لندن وسط اهتمام دولي وإعلامي لافت. نحن نتحدث عن حديث عن مطالبات بتغيير النظام الحاكم في قطر، نتحدث عن وجود إعلام دولي ودول ذات ثقل وذات شأن اليوم تتجه في هذا المسار. عامل الوقت لا يمثل، يعني ليس بصالح الحكومة القطرية الحالية. كلما طال عمر الأزمة كلما فقدت الحكومة القطرية المزيد من الحلفاء، وفقدت الكثير من الداعمين لها سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. المناطحة السياسية والتعنت الغير مبرر أمر يجب على حكام قطر أن يعيدوا النظر فيه جيدا. خسارة المملكة العربية السعودية تمثل الخسارة الكبرى. السعودية الدول العظمى بنفسها لا تراهن على خسارة المملكة العربية السعودية، فمن هي حكومة قطر هذه التي تحاول أن تضع نفسها ندا للمملكة العربية السعودية؟ ونحن ما رأيناه في المؤتمر الأخير في جامعة الدول العربية والفوضى التي أحدثها ممثل حكومة قطر، كانت خلاصة هذه الفوضى أن هذا الرجل حين حضر لهذا المؤتمر حضر بتوجيه واضح، بتوجيه الهدف منه إيجاع الممثلي الدول الأربع، إيلامهم. كانت لديه رسالات وقحة معينة حضر لكي يوصلها لا أكثر ولا أقل. فنحن نتحدث عن مراهقة سياسية في هذا الجانب، نحن لا نتحدث عن دولة لديها نضوج سياسي، لأننا نتحدث عن دولة لديها حكمة في كسب أشقائها وكسب جيرانها وكسب السمعة الدولية الحسنة عبر عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعبر احترام الاتفاقيات الدولية سواء على المستوى الداخلي في قطر أو على المستوى الخارجي. نحن نرى اليوم مهزلة سحب جنسية الشيخ طالب اللهم بن شريم المرة وأفراد عائلته، وهذا الرجل الفاضل وله سمعة وله تاريخ، وهو وتاريخ هذا الرجل وتاريخ قبيلته أقدم من تاريخ حكومة قطر نفسها ودولة قطر نفسها. فلمجرد أن الرجل رفض أن يسب حكام السعودية وحكام البحرين فقامت الحكومة القطرية بسحب جنسيته. هناك شخصيات راديكالية تدير الحكومة القطرية من الخلف، هذه الشخصيات الراديكالية هي تمثل عامل ضغط على الشعب القطري. نحن نعلم أن هناك ناس جيدين في قطر وناس جيدين في حكومة قطر، ولكنهم مسلوبين الإرادة. هناك شخصيات معينة ومعروفة بالاسم، هذه الشخصيات تدير الأزمة وتدير الصراع. ونزوح حكومة باراك أوباما وحضور حكومة ترامب مثل أيضا عامل سقوط لأوراق التي تراهن عليها الحكومة القطرية، والتي تتمثل بتسخير الإمكانيات المالية الكبيرة في محاولة زعزعة الأمن والاستقرار في الدول الجوار ومناطحة دول الجوار ومحاولة إسقاط الأنظمة. مؤتمر المعارضة الحالي يمثل مسمار في نعش الحكومة القطرية الحالية. إذن سيد إبراهيم، كيف لدولة صغيرة جدا على قطر أن تحاول أن تشق الصف الخليجي؟ الصف الخليجي لا تستطيع قطر أن تشقه، لا قطر ولا لي أكبر من قطر. المملكة العربية السعودية نحن جميعا نقف خلفها. اليوم أنا لي مقال في صحيفة البلاد البحرينية عنوانه السعودية من تقود التغيير، وهذه كلمة حق تقال في المملكة العربية السعودية. يا أخي الفاضل، الدول العظمى اليوم لا تستطيع أن تخسر المملكة العربية السعودية، فأي دولة عربية اليوم لا تستطيع أن تخرج عن رأي المملكة العربية السعودية. أرض الحرمين الشريفين، الله الأرض اللي الله عز وجل أنعم بها
بالكعبة المشرفة وبالمسجد النبوي وبمرقد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقطر تعيش أو ليست قطر معنى الأصح، وإنما حكومة قطر تعيش حالة انفصال عن الواقع. اليوم لا، أنت لا تستطيع أن تزايد على الجغرافيا ولا تستطيع أن تزايد على التاريخ. أنت دولة جديدة، دولة وليدة. إحنا عندنا في البحرين حلويات شويطر التي يشتريها السواح من دول الخليج العربي إخوانا الأعزاء. حلويات شويطر عندنا في البحرين أقدم حكومة قطر 150 سنة، تخيل. يعني أنت قاعد تتكلم عن دولة، صحيح أن الدولة دي عندها إمكانيات مالية عالية وفائقة، ونحن نتمنى لهم الخير ونتمنى الله عز وجل يزيدهم من ذا الخير، ولكن نفس ما تفضل به وزير خارجية شؤون خارجية الإماراتي أنور قرقاش في مؤتمر مؤتمر جامعة الأخير العربية، بأن على قطر أن لا تبني سمعتها الدولية ولا تبني رقعتها الجغرافية على حساب الأمن السيادي لجيرانها. اليوم دول المقاطعة وغير دول المقاطعة من حقها أن تقف صفا واحدا خلف المعارضة القطرية ودعم المعارضة القطرية، لأن قطر سعت عبر العقدين الأخيرين وخصوصا في مملكة البحرين بتصدير الإعلام المعادي وبدعم جميع الجمعيات الشيعية المعارضة الموالية لإيران، ومملكة البحرين أخرجت الكثير من التسجيلات والموثقة التي تؤكد ذلك. هناك أصوات تعالت من بعض الشراذم في الفترة الأخيرة التي تقول لماذا البحرين لم تخرج هذه التسجيلات في السنوات الماضية، لماذا البحرين أخرجتها اليوم؟ على العكس، البحرين كانت دولة حكيمة ودولة صبورة على جارتها، ونحن شفنا رئيس الوزراء الله يحفظه زار قطر قبل الأزمة بشهور، وكذلك سمو ولي العهد وسمو الشيخ ناصر بن حمد وغيرهم، وكانت المبادرات من البحرين مستمرة لتلطيف الأجواء مع أشقة في قطر. ولكن قطر أو معنى أصح حكومة قطر تعيش حالة انفصال عن الواقع، تعيش حالة من الغرور والتعنت والقطرسة، وهذا أمر رأيناه من خلال تصرفات مندوب قطر الوقحة في مؤتمر جامعة الدول العربية، وحالة من الأوهام بكل تأكيد. يتكلم بوقاحة الأستاذ إبراهيم النهام الكاتب الصحفي بجريدة البلاد البحرينية، شكرا لك.